إن مبدأ الموجه لتشكيل هذه الحكومة الجديدة ذو ارتباط وثيق بتحقيق اللجنة البرلمانية، إن فخامة رئيس الجمهورية متمسكا قناعة منه وبحكم كونه حامي الدستور بمبدأ فصل واستقلالية السلطات، فهو لم ولن يتدخل في عمل السلطات التشريعية والقضائية، في عمل السلطتين التشريعية والقضائية، وسيأخذ على الدوام بعين الاعتبار ما يصدر عنهما.